السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا دايما بخير اخواتي واصدقائي. اقدم لكم سعر الدولار والعملات في السوق السوداء ليوم الجمعة 1/12/2023 من قناتي انا وحياتي فضلا وليس امر. اتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. نقدم حالا اسعار الدولار والعملات في السوق السوداء كما ذكرتها مواقع التواصل الاجتماعي. سجل الريال العماني 124 جنيه فاصل 74 قرش، البيع 129 جنيه فاصل 74 قرش. الدينار البحريني سجل 127 جنيه فاصلة 39 قرش، البيع 132 جنيه فاصلة 39 قرش. الدينار الليبي 9 جنيه فاصلة 98 قرش، البيع 10 جنيه فاصلة 18 قرش. سجل الجنيه الاسترليني 60 جنيه فاصلة 72 قرش، البيع 61 جنيه فاصلة 22 قرش. سجل الريال القطري 13 جنيه فاصلة 19 قرش، البيع 13 جنيه فاصلة 39 قرش. الدينار الكويتي 155 جنيه فاصلة 56 قرش، البيع 160 جنيه فاصلة 56 قرش. الدينار الأردني 67 جنيه فاصلة 69 قرش، البيع 69 جنيه فاصلة 19 قرش. اليورو سجل 52 جنيه فاصلة 43 قرش، البيع 52 جنيه فاصلة 93 قرش. الريال السعودي سجل 12 جنيه فاصلة 80 قرش، البيع سجل 13 جنيه بالتمام والكمال. الدولار في السوق السوداء سجل اليوم 48 جنيه فاصلة 13 قرش، البيع 48 جنيه فاصلة 33 قرش. كنا بنتكلم امبارح عن 46 جنيه، صعد تاني وارتفع الدولار وسجل 48 جنيه فاصلة 33 قرش. هو مصير على 50 جنيه ويمكن يتخطى 50 وال51، ربنا يعديها على خير. اخواتي واصدقائي في الختام دايما اسال الله لكم الخير كله عاجله واجله يا رب العالمين. شكرا لكم، دمتم في امان ونعمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قدمنا لكم اسعار الدولار والعملات في السوق السوداء.